كلش لان نضيف نهاية للفيلم من قائمتهم نختار النهاية اللي تخدم فيلمي. حين نتعلم شلون نختار تنسيقات تلقائية للفيلم تكون جاهزة بس علينا أن نختار. مثلا إذا أشرت على التنسيق الأول راح يظهر لي بالشكل، التنسيق الثاني، التنسيق الثالث. أكثر من تنسيق بشكل مختلف، عندنا هنا الأسود والأبيض والبني. نقدر بعد نتحكم بالصورة، مثلا نعكسها يمين يسار من هذه الأزرار، أو نحذفها من ريموف، أو إن نسوي select all على كل العناصر الموجودة عندي ونطبق عليهم هذه الأيقونات. بعد عندي share، أقدر أسوي share حق الفيلم للبرامج اللي موجودة عندي. الحين نروح حق الأنيميشنز، نقدر نضيف حركات للعناصر الموجودة بالفيلم، مثلا انتقالات وتدوير محوري وتكبير. مثلا راح اختار حق هذه الصورة مثلا هذه الانتقالة، بمجرد ما اني أشر عليها راح تتطبق. مثلا هذه أكثر من شكل، أكثر من حركة، تطبق مجرد ما أني أضغط عليها. مثلاً راح أختار أنا هذه الحركة، أقدر أحدد وقتها، إذا شغلتها راح تطلع عندي بهذا الشكل. مثلا راح اختار هذه التدويرات اللي موجودة عندي، مثلا راح اختار هذا الشكل، مجرد اني اشر عليها راح تتطبق في الشاشة مثل ما هو واضح. شغلة دارت عندي الصورة مثل ما اخترت الحركة. هني أقدر أطبقها على كل العناصر، مثلا هذه دارت عند الصورة مثل الحركة اللي اخترتها، وهذه نفس الشيء. مثلا عندي الفيجوال إفكتس، تأثيرات على الصورة، راح نختار هذه الصورة. مثلا نختار هذا التأثير راح يبين أكثر عليها، راح تتغير ألوان الصورة مثل ما أنا اخترتها، أو هذا التأثير مثلا. أقدر أتحكم بعد بسطوع
الشاشة وهذه الشاشة اختلف القياس فيها. عندي أقدر أعرضها بشاشة كبيرة وأقدر أسوي زوم إن وزوم أوت. وهني الأدت تكلمنا عنها بالفيلم نفسه، أقدر أحدد نقطة بداية للفيلم ونقطة نهاية وأقدر أفصل الفيلم إلى نصفين، مثلا ما هو المؤشر صاير نصف الفيلم راح أختار هذه، مثلا راح تفصل لي الفيلم إلى نصفين. ينزل عندي بمجرد ما يتحمل الفيلم، ينزل عندي راح يسألني إذا يبي شغلة، راح أختار بلاي. هو عندي طريقتين لحفظ الفيلم مثل ما قلت، من قائمة فايل اختار سيف موفي او من سيف موفي اللي موجودة عندي هنا. الحين خلصت تحت.